السلام عليكم. أنا أتمنى أن تكونون استفدتوا واستمتعتوا بالحلقات اللي فاتت من مشاكل حديثي الولادة. بهذه الحلقة أنا بنتكلم عن الحبوب اللي تطلع عند البيبيات الصغار بالوي. تلقى مرة واحدة صار هني فوق حواجبة وخشمة ترس حبوب غالبا بين عمر الأسبوعين إلى 4 أسابيع. في وايد أنواع من الحبوب، لكن أغلبها تكون حبوب عادية حتى ما تحتاج أي كريمات أو فقط مرطبات قليلة وتنحل هذه المشكلة. لكن إذا كان في عند الأم التهابات أثناء الولادة أو قبل الولادة، أو لاحظنا خمول عند البيبي أو أي أعراض ثانية أو حرارة، يجب مراجعة الطبيب. وألف سلامة على أطفالكم.